والسؤال الثاني يا شيخ، ما هو الضابط في ثوب الشهرة؟ وأما حديث ثوب الشهرة وحديث ابن عمر عند أبي داود، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، وهذا الخبر معلول، وهذا الخبر معلول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح أحواله أن يكون موقوفا على ابن عمر، وفي إسناده كلام أيضا. والعلماء ينهون عن ثياب الشهرة، وهذا له حالات. الحالة الأولى أن يلبس ثوب الشهرة بقصد التعاظم والترفع عن الناس والتميز عنهم، فهذا محرم بغض النظر عن الحديث، لحديث ابن عمر عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. الحالة الثانية أن يلبس ثوب الشهرة غير متقصد لذلك، ولكنه عند الناس غريب ويشتهر به، يشتهر به بحيث يكون أهل البلد لا يلبسونه، وإن كان أهل البلاد الأخرى يلبسونه، فهذا يتقي ويبتعد عنه ولا يلبس في بلده، يلبس في بلد آخر. ولذلك يا رجل للإمام أحمد رحمه الله في العراق يسأله عن لبس الثوب الأسود في بغداد، فقال الإمام أحمد رحمه الله: أما في بلادنا فلا، وأما في مكة فلا بأس. السبب في هذا أن أهل بغداد كانوا يستنكرونه، وكان عندهم هذا اللباس لباس شهرة، فقد يعرض هذا الرجل نفسه للغيبة والطعن واللم والسب ونحو ذلك، وهو في غنى عن هذا، له بديل. وأما قول أحمد أما في مكة فلا بأس، فإن الناس يفيدون لمكة من ديار شتى، ولا يستغرب ما يلبسه الإنسان أو ما يفعله الإنسان، لأن الطبائع متفاوتة وتجتمع كلها في مكة، فالناس لا ينظرون ولا يرفعون إليك أبصارهم. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة أن يلبس ثوبا قد يرفع الناس إليه أبصارهم، ولكن من مثله لا يستنكر، من مثله لا يستنكر، فهذا جائز وسائغ، لأن الناس في هذه الشخصية ما يبالون، يعني يغتفرون له، بينما هذا الشيء لو لبسه غيره صار ثوب شهرة، ففي هذه الحالة لا يعد هذا ممنوعا منه. هذا ما يتعلق بثوب الشهرة. وقلت قبل قليل أن حديث ابن عمر في كلام عند أبي داود. في هذه المسألة في الثياب القديمة اللي كانت مثل العمائم وكذا، إذا لبست الآن في الوقت الحاضر تعتبر لباس شهرة أو من سنن العهد ما لها اعتبار؟ العمائم طبعا هي من لباس العادات ليس من لباس العبادات، ولبسه يختلف من بلد إلى بلد ومن شخص إلى شخص، بمعنى لو قدم شخص الآن علينا من بعض البلاد التي يعتادون لبس العمائم، كمثلا في السودان يعتادون لبس العمائم بكثرة، كما في الصعيد في مصر يعتادون لبس العمائم بكثرة، فلو أن رجل منهم دخل عليه وعلى عمامة وإذا كان في البلد يعيش الناس بينظرون إليه، لأن يعتبرون هذا مقبولا من هذا الشخص ولا يستنكرونه، بينما لو لبس العمامة رجل من أبناء البلد كان الناس ينظرون إليه، قد يكون محل لمز وطعن فيما بينهم، لأن هذا اللباس غير معتاد فيما بينهم، ففي هذه الحالة يختلف من شخص إلى شخص. ولكن الأصل في العمامة من العادات ليست من العبادات، والإنسان يراعي أحوال الناس ولا يقول أن ما عليه من الناس، هذا غير صحيح. ما عليك من الناس، أنت لابد أن تراعي أحوال الناس، وهذا هدي الصحابة رضي الله عنهم. فهذا علي رضي الله عنه يقول مثلا كما في البخاري: يحدث الناس بما يعرفون. وهذا ابن مسعود في صحيح الإمام مسلم في المقدمة يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لهم. فسيراعي أحوال الناس وحالات الناس
وما يستقبلونه وما يستنكرونه، خاصة هذا الأمر ليس من الأمور التي تقول الله هذا من الواجبات، أنا ما علي من الناس، هذا من الأمور العادات. مدام تعلم أنه وهو عادة يترتب عليه منكر أكبر، فلماذا تتسبب للناس بالمنكر الأكبر؟ فأنت تتقي هذا من باب حفظ ما عليه الناس. أما لو اعتاد الناس لبسه اشتهر فيما بينهم فما عاد في أحد يستنكر ولا في ضرر، هذا لا بأس به من العادات. لكن أيضا على قول الصحيح إعفاء الشعر مختلف فيها السنة أم لا، الإمام أحمد يقول سنة ولو نقدر على اتخاذه لاتخذناه، لكن قول الآخر ليس بسنة، إنه من عادات العرب ولا دليل على أنه سنة والنبي أبقى، لأن هذا من عادات القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقول بأن أعفو الشعور حتى يدعي أنه هذا السنة، من باب العادات ليس من باب العبادات. كذلك اطلق الأزرار، اطلق الأزرار أيضا من باب العادات ليس من باب العبادات. فمثل هذه الأشياء إذا فعل الإنسان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له لا على أنه سنة يؤجر على هذا الجانب، ولأن التأسي نوعان، تأسي عبادة هذا اللي هو السنة وعبادة، وتأسي من باب النبي صلى الله عليه وسلم فعل حتى الإطلاق، هذا يسمى التأسي العام. وفي العادات وغيرها ما يترتب عليه مثلا محرم أكره محرم، كمثل الشخص يقول تتبع مواطن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا هذا وسائل من وسائل البدع، ترتب عليه منكر أكبر وضرر عظيم، أو موطن جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يجلس فيه، نقول هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. أما شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فعله بعض الصحابة كذا الأشياء من العادات التي كان الناس يفعلونها ولا ترتب على ضرر كعقدي ولم يكن دليل على منعها، فالأصل في ذلك أنك تفعل ولا بأس به. وكذلك على قول الصحيح لبس الخاتم مختلف فيه، في من قال له سنة وفي من قال له مباح، في من قال له سنة لذي سلطان، وهذا صح الأقوال أن لبس الخاتم سنة لذي السلطان وما عداه يكون من المباحات. أما لبس خاتم الذهب فهذا محرم مطلق، لا يجوز للرجل يلبس خاتما من ذهب، إنما الرجل يلبس خاتما من فضة. وحتى الحديث مختلف فيه على قول العلماء، منهم من حرم ومنهم من كره ومنهم من أباح. فلذلك الإنسان يلبس خاتما من فضة لا يلبس خاتما حديد ولا خاتما من ذهب.